طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة الأولى من كورس السوفوس. مكملين في دبلومة الفاير وولز. طبعا هي دبلومة مستمرة، أخذنا البالو ألتو وأخذنا الفورتي، وإن شاء الله في الكورس ده هناخد السوفوس فاير وول، وبعديه الـ ASA فاير وول والـ ASA فاير باور، ونكمل زي ما احنا يعني ايه، هي لوب مستمره كده. مهم النهارده ان شاء الله وصلنا لكورس السوفوس، تحديدا شهاده السوفوس انجينير. تعال اول قبل ما نبدا في السوفوس، قبل ما نتكلم عن سوفوس كفاير وول، تعال نتعرف اصلا على شركه سوفوس نفسها. الاول سوفوس هي شركه انجليزيه، British Security Software and Hardware Company، شركة إنجليزية بتقدم حلول في السوفتوير والهاردوير، شركة متخصصة في أمن الشبكات وأمن المعلومات. السوفوس طلع سنة أو اتعمل سنة 85، فاوند باي اتنين اللي عملوها اللي هم الجان روسكا والبيتر لامر، دول اتنين اللي عملوا أو أسسوا شركة سوفوس سنة 85، وكان بدايتها أول منتجات شركة سوفوس كان الأنتي فيروس وبعض الإنكريبشن برودكتس، بعض منتجات التشفير. الكلام ده كان سنة 85، وبصراحة يعني سوفوس كانت بدايتها في حتة الأنتي فيروس، وبداية كان تركيزهم أول على حتة الأنتي فيروس، وما زالوا أقوياء جدا في الحتة دي لغاية النهاردة. وحاجة من ضمن الحاجات اللي بتميز السوفوس إن هو أنتي فيروس قوي جدا، حتى كمان في موضوع الأنتي رانسوم وير برضه اعتبر من أقوى الأنظمة حاليا اللي بتحمي من الرانسوم وير هي سوفوس. وحتى في بعض الفندرز التانية زي سيسكو مثلا، في بعض البرودكتس بتاع سيسكو، يعني سيسكو عندها تكنولوجي خاصة بالحماية من الفيروسات والحاجات دي، بيسموها الامب او الادفانسد مالوير بروتكشن. ومع ذلك في برضو بعض البرودكتس بتستخدم السوفوس كبيلت ان سكاننج انجن، زي ال WCA مثلا اللي هو الويب سكيورتي ابلاينس والايميل، بيستخدم السوفوس كانتي فيروس انجن عشان يفحص الملفات اللي داخله على الشبكه من الانترنت او من الايميلات. فسوفوس قويه جدا في حته الانتي فايروس. طيب، في اواخر الثمانينات بقى وفي التسعينات سوفوس بدات تقدم منتجات كتيره في السكيورتي، انتشرت في المملكه المتحده في اليو كي، منها ادوات انكريبشن، وكانت متاحه للموست يوزرز سواء كان برايفت او البيزنس. في 2003 سوفوس اشترت حاجه اسمها اكتيف ستيت، دي كانت شركه كانت عامله انتي سبام سوفت وير، وسوفوس نفسها كانت قويه في حته الانتي فيروس. فلما اشترت الشركه دي بقت قويه جدا في حته الحمايه من السبامز، لان في الوقت ده او في الزمن ده في 2003 كان الوقت ده كان انتشار الفيروسات اغلبه كان عن طريق رسائل السبام اللي بتروح على الايميلات. السبام اللي هي رسائل الايميلات العشوائيه اللي كانت بتتبعت للناس كانت بتكون ملغمه او فيها ايميلات او فيها فيروسات. فهنا سوفوس لما اشترت البرودكتس ده بدات ان هي تشتغل على ان هي يبقى عندها منتج قوي جدا للحمايه من السبامز، وفي نفس الوقت الحمايه من الفيروسات. At this time الفيروسز وير بينج سبريد برايمري من خلال ايه، من خلال ايميل سبام. وده سمح لسوفوس انها تطلع لي كومباين او تجمع لي الانتي سبام والانتي فيروس سوليوشنز في ايه، في برودكتس واحده. في 2014، في شهر 2014 سوفوس اشترت سايبر او، دي كانت شركه هنديه بتعمل فاير وولز، كانت بتطلع نتورك سكيورتي برودكتس. كان فاير وول موجود وقتها، ويعني سيسكو يعني خلاص سوفوس بعد ما اشترته خلاص بدات تركز انها تغير البرودكت اصلا من سايبر او لسوفوس. ودلوقتي خلاص هي شغاله على ايه، على لغت تمام موضوع السايبر او، وشغاله حالا على ايه، على السوفوس. كانت عامله الفاير وول بتاعها الاس جي فاير وول، وبعد كده طورته واشتغلت على اللي موجود حاليا واللي بيتباع حاليا في سوفوس، هو الاكس جي فاير وول، وده اللي احنا هنكمل معاه الكورس. الكورس بيغطي شهاده السوفوس انجينير، انت كواحد نون بارتنر انت متاح ليك انك تمتحن شهاده السوفوس انجينير. وزي ما قلنا سوفوس بتتميز بحاجات كتيره جدا، من يعني مش موجوده، مميزات انا مش موجوده في برودكتس ثانيه او في منتجات ثانيه هنتكلم عنها اثناء الكورس. عندها اجهزه زي الردات او عندها الاستابيليتي بتاعتها، طبعا بالاضافه للسعر، فهي داخله بتنافس يعتبر من الاجهزه الفاير وول اللي صارت في السوق في الفتره اللي فاتت بقوه، نتيجه المميزات اللي بيقدمها زائد السعر.
فدلوقتي سوفوس بتديفلوب برودكتس زي الانكريبشن، نتورك سكيورتي، الايميل سكيورتي، الموبايل سكيورتي، حتى اليو تي ام اللي هو اليونيفايد ثريت مانجمنت ديفايسز. فعندها كذا برودكت، احنا زي ما قلنا في الكورس هنركز على جزء الاكس جي فاير وول، وهو ده اللي بيغطي اللي بتغطى في الشهاده دي. طبعا سوفوس كمان عندها حاجات خاصه بحمايه اليوزر نفسه كانتي فيروس، عندها الانترسبت اكس، ده الفري انتي فيروس او الانتي فيروس سوفت وير اللي هو بيتسطب على جهاز اليوزر كلاير تاني من الحمايه بتقدمه سوفوس. المفروض يبقى عندي دايما كذا لاير كذا لاير في السكيورتي في النتورك، بدايه من الجيت واي نفسه، هشيل الراوتر العادي واحط مكانه الاكس جي فاير وول، وجوه النتورك بيتعمل اجراءات للسكيورتي على مستوى السويتش، على مستوى جهاز اليوزر. الاجراء اللي بعمله على مستوى جهاز اليوزر هو اول حاجه بعملها هو الانتي فيروس. سيسكو عندها او سوفوس عندها يعتبر من افضل برامج الانتي فيروس الموجوده حاليا، وهو الانترسبت اكس. تمام، فان شاء الله الكورس ده اللي هنشتغل فيه وده السوفوس انجينير. طيب قبل ما نتكلم على السوفوس اكس جي فاير وول، الاول في البدايه هيعرفني اصلا يعني ايه فاير وول، ايه هو الفاير وول. في البدايه كان الشبكات الربط بين الشبكات وبعضها كان بيتم من خلال الراوتر، نقول مثلا دي الانترنت ودي اللان او الشبكه الداخليه، وكان بيتم الربط بين الشبكات اللي عنده بعضها من خلال بس الايه الراوتر. كانت مهمه الراوتر بس ان هو يروت الترافيك او يحول الترافيك من شبكه لتانيه، من شبكه لشبكه تانيه، بدون اي اجراءات للسكيورتي. لكن مع تطور الهجمات اللي بدات تحصل على الشركات، بدا في حاجه عند الشركات ان هم يستبدلوا الجهاز ده بجهاز تاني يكون مخصص للحمايه، فحطوا الفاير وول كجهاز هيقوم بنفس المهام اللي بيعملها الراوتر بالاضافه لمهام السكيورتي. فالفاير وول تعريفه هو جهاز بيقف بين شبكه انتراستد زي الانترنت والشبكه الثانيه اللي هي الشبكه التراستد زي اللوكال لان. اللوكال لان اللي جم بعد كده قسموها نصين، قالوا اللان دي طبعا كان زمان كانوا بيحطوا كله مع بعض في شبكه واحده بيسموها اللان، دلوقتي قالوا لا احنا هنخلي اللان دي لشبكه اجهزه المستخدمين بس، اجهزه اليوزرز العاديه، ونعزل السيرفرات في شبكه ثانيه سموها بعد كده الديميليتارايزد زون او الدي ام زد. فالطبيعي في اي نتورك عندي ان يكون عندي ثلاث شبكات اساسيين، هيكون عندي الانترنت، الانترفيس اللي واصل بشبكه الانترنت، والانترفيس اللي واصل بشبكه اللان، والانترفيس اللي واصل بشبكه الدي ام زد. فالفاير وول تعريفه هو جهاز بيتحط بين اكتر من شبكه، شبكه تراستد وشبكه انتراستد، عشان يامن لي الترافيك اللي بيمر بين الشبكات دي وبعضها. طيب ايه المميزات بقى في الفاير وول عن اللي كان موجود في الراوتر؟ اولا بيقوم بكل مهام الراوتر، شغل الراوتنج كله هو بيقوم بيه، يبقى كده قدر ان هو يغنيني تماما عن استخدام الايه؟ عن استخدام الراوتر. بالاضافه لفيتشرز ثانيه زي الترافيك كنترول، بقيت هنا لما احط فاير وول، القاعده العامه لاي فاير وول، لما احط فاير وول هنا في بين الشبكات دي وبعضها، ده هنا بقى فاير وول اهو، باي ديفولت الترافيك بين كل الشبكات وبعضها بيكون دينايد. ده الانترنت، يعني لما احط الفاير وول بين اي شبكات، عندي شبكه اللان وشبكه الدي ام زد وشبكه الانترنت، ساعه ما احط الفاير وول بينهم الديفولت بتاعه ان هو بيديناي او بيمنع كل الترافيك بين الشبكات وبعضها لحد ما انا ابدا اسمح لترافيك معين هو بس اللي مسموح له يمر من خلال الفاير وول. فاول حاجه عمل لي تحكم في الترافيك اللي بيمر من خلاله، تاني حاجه بيعمل لي سكيورتي، تامين بيحميني من الهجمات اللي ممكن تتعرض ليها الشبكه، سواء من الانترنت لللان او من الانترنت للدي ام زد او من الانترنال للدي ام زد، لان في فعليا في هجمات كتيره جدا بتحصل داخليه، او اغلب الاتاكس تحديدا بيكون فعلا هجمات داخليه من داخل الشبكه الواحده. فهنا عزلت الشبكه عن طريق الفاير وول، وقدرت ان انا اتحكم في الترافيك اللي بيمر بين الشبكات وبعضها من خلال الفاير وول، وكمان احمي الانظمه اللي عندي من خلال الفاير وول. الحاجات دي كلها ما كانش الراوتر بيقدمها لي. تمام، فده مفهوم الايه، مفهوم الفاير وول. الفاير وول هو commonly described system او device that are placed between the trusted والانتراستد نتورك.
الفايرول زي ما قلت لك يقدر يكونترول ويتش يوزر ترافيك از الاود ثرو ذا فايرول، اي ترافيك مسموح له ان هو يعدي من خلال الفايرول. تاني حاجه بيقدر يبلوك ويمنع لي الماليشس داتا او الترافيك الضار او الاتاكس اللي ممكن تعدي من اي اتجاه داخل عندي في اللان او داخله لشبكه السيرفرات، فهو بيقدم لي كنترول وحمايه للاتاكس اللي ممكن تعرض ليها الشبكه بتاعتي. الفايرول برضو بشكل عام في منه الكلاسيك والنيكست جنريشن، في الفايرول القديم اللي هو الليجاسي فايرول، وفي منه النيكست جنريشن فايرول، وفي فروق كبيره جدا بين الاثنين. مبدئيا هما الاثنين شغالين بنفس النظام ان باي ديفولت كل الترافيك دينايد لحد ما انا اسمح. طيب الكلاسيك فايرول كان بيكنترول الترافيك بناء على حاجات بسيطه جدا قايمه كلها على العناوين الادريسيزز، يعني الكلاسيك فايرول تقدر تقول هو كان بيدور بس. لو كده مسكنا الباكت اهي، قلنا الباكت عباره عن نصين، جزء الداتا وجزء الادريسيز او جزء العناوين. الكلاسيك فايرول كان مركز على الجزء ده، هو كان يهمه قوي الباكت جايه منين ورايحه فين، لكن معاها داتا ايه ما كانش بيهتم قوي بالحته دي، او كان ضعيف كمان في الحته دي. كان مهتم بس الباكت جايه من اي اي بي، رايحه لاي اي بي، جايه من سورس ماك للديستنيشن ماك، سورس بورت ديستنيشن بورت، كان لحد لير 4 كده، وكان ده مهمه الكلاسيك فايرول. قليل جدا ان يكون يقدر يخش جوه الابلكيشن لير وتشيك عادتها معينه ويعملها بلوك، كان حوار طويل كده. اما النيكست جنريشن فاير وول اتطور تطور كبير جدا لدرجه ان هو بقى بيتشيك على الادريسيز زي ما كان بيعمل الكلاسيك فاير وول، وبدا يضيف لي فيتشرز كمان في التعامل مع جزء البيلود. بقى يقدر يفتح الباكت ويبص على اليو ار ال مثلا او العنوان اللي اليوزر بيفتحه، فبدا يعمل لي يو ار ال فلترنج. من ضمن الحاجات، اول الحاجات اللي كان اللي بيعملها لي النيكست جنريشن فاير وول حاجه اسمها اليو ار ال فلترنج، ان انا بشوف اليو ار ال بتاع الباكت نفسها واقدر اعرف الموقع اليوزر بيفتحه ده، وبلوك مواقع حتى بالكاتيجوري. ممكن امنع مثلا اليوزرز اللي عندي انهم يفتحوا مثلا مواقع السوشيال ميديا، مواقع الفيديو ستريمينج، مواقع الجيمنج وهكذا. فده اول الحاجات اللي بدا يعملها لي النيكست جنريشن فاير وول. تاني حاجه بقى بيعمل لي كمان حاجه اسمها ابلكيشن كنترول، بقى بيتحكم حتى في التطبيقات اللي بيستخدمها اليوزرز اللي بتمر من خلال الفاير وول. مش عاوز حد من اليوزر مثلا من اليوزرز اللي عندي يفتح مثلا السكايب، يفتح مثلا التيم فيور، يفتح الان ديسك، يفتح اي برامج من البرامج دي. فهنا الفاير وول بقى يقدر يفتح البيلود بتاع الباكت، ويقدر يقرا ويتعرف على الابلكيشن الموجود جوه الباكت دي من خلال حاجه اسمها الابلكيشن سيجنتشر، ويقدر ان هو يبلوك او يقلاو الابلكيشن ده. تمام. اشتغل كمان حاجه اسمها الاي بي اس، كل ده بقى في النكست جنريشن فاير وول نفسه. الاي بي اس ده كان الاول زمان كان ديفايس لوحده، كان جهاز بيتحط ورا الفاير وول بحيث الفاير وول يكنترول الترافيك، والاي بي اس ده كان جهاز مانع الاتاك، انتروجن بريفنشن سيستم، كان سيستم او جهاز مهمته انه ديتكت الاتاكس. حد بيعمل سكان على الشبكه، حد بيستغل ثغره، حد بيعمل دوس اتاك، ايا كان الاتاكس اللي عندك، كان في جهاز زمان مخصص لحمايه الشبكه من انواع دي من الاتاكس هو الاي بي اس. طب الفايرول كان بيعمل ايه؟ الفايرول بس كان بيكنترول مين يعدي ومين ما يعديش، يعني تقدر تقول كده ان الاي بي اس كان شغال على جزء الداتا اكتر من جزء الادريسيزز، كان مهتم ان هو يبص في الداتا ويشوف ايه الترافيك اللي ماشي، هل ده فيه اي نوع من انواع الاتاكس من اول بقى فيروسات لحد الفولنربيتي سكان لحد الاكسبلويتس، كل انواع الاتاكس كان الاي بي اس بيتعرض ليها ويقدر ان هو يمنعها. دلوقتي الاي بي اس ده بقى فيتشر بس او خدمه جوه النكست جنريشن فاير وول، ما عنديش محتاج ان انا اجيبه كجهاز منفصل. بيعمل لي ايه تاني النكست جنريشن فاير وول؟ بيعمل لي حاجه اسمها الفايل كنترول، بقيت بتحكم في الملفات اللي ممكن تمر من خلال الفاير وول. مش عاوز حد من الناس اللي عندي يبعت على الانترنت ملفات بي دي اف او ملفات دوكس او ملفات وورد او الملفات دي كلها، فبقدر اجي على الفاير وول اقدر امنع النوع ده من الفايلز. الكلام ده طبعا ما كانش موجود في الكلاسيك فاير وول. بقى كمان يقدر يعمل لي حاجه اسمها اليوزر كنترول. الكلاسيك فاير وول ما كانش بيشوف الترافيك اللي جاي من الشبكه غير اي بيهات وبس، يعني انا عندي محمد مش عاوز محمد ده يفتح الفيسبوك، فكنت اقدر بس على الكلاسيك فاير وول ان انا بلوك الاي بي بتاعه، يعني هو لو ساب جهازه واتنقل على جهاز تاني هيطلع عادي.
ولو الاي بي بتاعه اتغير، لان اغلب الشبكات النهارده شغاله بالدي اتش سي بي، فالاي بي بتاعه وارد ان هو يتغير. فلو كان الاي بي ده اتغير خلاص ما عادش الرول متطبقه عليه. لكن النهارده النكست جنريشن فاير وول بقى بيقدر يتعرف على اليوزرز، وهنشوف الطرق اللي بيقدر يتعرف بيها على اليوزر، يا اما يعمل له اوثنتيكيشن بنفسه يساله، وده بيسموه الاكتيف اوثنتيكيشن، ان الفاير وول هيسال اليوزر نفسه يقول انت مين. دي حاجه. الحاجه الثانيه حاجه اسمها الباسيف اوثنتيكيشن. في الباسيف اوثنتيكيشن الفاير وول بيعرف اليوزر من الاي بي بتاعه، معنى انه بيعرف اليوزر من الاي بي بتاعه ان هو كده عنده مابينج بين الاي بي، عنده جدول كده بيقول ان الاي بي ده الاي بي مثلا 10 0 0 مثلا 1 ده يوزر مثلا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. بقيت بدري ولا ايه؟ لا لسه هون، لسه باقيين يدوب نتكلم عن انواع الفاير وولز بس. ففي الباسيف اوثنتيكيشن الفاير وول بيبقى عنده مابنج بين الاي بي اليوزرز، كل يوزر عندي في الشبكه، والاي بي اللي هو قاعد عليه، يعني هو قاعد على جهاز رقم 10001، فهو الفاير وول عارف ان اللي قاعد على الجهاز ده هو يوزر كذا، فمش محتاج ان هو يعمل له اوثنتيكيشن. ده بيسموه الباسيف اوثنتيكيشن، طبعا بيكون من خلال ايجنت. لما نيجي ساعتها هنعرف ازاي بيتعامل الموضوع ده. كمان بيعمل لي حاجه اسمها الايميل فلترنج او الايميل بروتكشن، بيحميلي من هجمات الميل. ده كل ده موجود في النكست جنريشن فاير وول. بيعمل لي كمان حاجه اسمها الاس ال ديكريبشن. او ساعات بيسموه انسبكشن. اليوزر زمان كان بيبعت ترافيك للفاير وول القديم، مثلا لموقع زي facebook.com، كان الترافيك بيطلع من عند اليوزر مشفر، ما يتعملوش ديكريبشن اللي هناك عند الموقع ده. فكل الاجهزه اللي في النص بدءا من السويتش للراوتر للفاير وول للفاير وول للراوتر الثاني والثالث والاي اس بي كله، لحد ما توصل هناك الترافيك ماشي، ما حدش شايف اي حاجه جواه. وبالتالي كان عندي مشكله ان اقدر اطبق اي بوليسي على الترافيك ده. لكن مع النكست جنريشن فاير وول بقى بيعمل حيله معينه من خلالها بيقدر ان هو يعمل ديكريبشن للترافيك ده، ويقدر يشوف محتواه ويقدر يطبق عليه البوليسي. فده بيسموه الايه؟ الاس ال انسبكشن او الاس ال ديكريبشن. بدا الفاير وول الجديد بدا يقدر ان هو يشوف الترافيك المشفر ده ويشوف محتواه ويطبق عليه بوليسي معين. زي ايه؟ انا مثلا عاوز اسمح للناس تفتح الفيسبوك، بس عاوز اديناي حاجات جوه الفيسبوك، مثلا ما يفتحش فيسبوك جيمز، ما يفتحش فيسبوك فيديوز، ما يعملش كومنتس، ما يعملش شير وهكذا. فدي كلها بيسموها، ده عموما بيسموه الابلكيشن فيزيبيليتي اند كنترول. فمش هقدر اطبق حاجه زي كده الا لما الاول انفذ الاس اس ال ديكريبشن او الاس ال انسبكشن. فدي من ضمن المميزات اللي اتضافت في النكست جنريشن فاير وول. وانا هنا بتكلم عن النكست جنريشن فاير وول بشكل عام، مش على سوفوس بس، ده كل الفيندرز تقريبا بقوا بينفذوا نفس الحاجات دي. تمام. عندي كمان حاجه اسمها الشيبنج او الترافيك شيبنج. بقيت بقدر اليمت الباندويث لكل يوزر، كل واحد عندي في الشبكه بقدر ان انا احدد للناس دي باندويث معين يطلع بيها على الانترنت، مش واحد يعمل داونلود يقتل لي خط الانترنت. فانا هنا بقيت بعمل حاجه اسمها الترافيك شيبنج، ان انا بحدد مثلا لمواقع معينه بحدد لها باندويث معين، او ليوزر معين بحدد له باندويث معين. ده من خلال حاجه اسمها الترافيك شيبنج. كمان بقى الفاير وول بيقدر ينتجريت مع الاكتيف دايركتوري، يعني بيقدر يتواصل ويقدر يأوثنتيكيت اليوزر من لوكال داتا بيز عليه، او يقدر يتواصل لو عندي في الدومين عندي اكتيف دايركتوري. فبدا الفاير وول يقدر يتواصل مع الاكتيف دايركتوري ويأوثنتيكيت اليوزر ده على الاكتيف دايركتوري، ويبقى عندي الاكتيف دايركتوري هو المكان الوحيد اللي فيه اليوزرز اكونتس. وبالتالي مش محتاج ان انا اروح على الفاير وول وكاله يوزرز، واروح على الراوتر او سويتش وكاله يوزرز، بقى عندي مكان واحد فيه اليوزرز وبأوثنتيكيت منه، وهو الدومين. فالفاير وول بقى يقدر يأوثنتيكيت او انتجريت مع الاكتيف دايركتوري ويأوثنتيكيت اليوزر من الاكتيف دايركتوري. ده الفروق بين الايه؟ بين الليجاسي فاير وول او الكلاسيك فاير وول. هو بس مهتم بالسورس والديستنيشن والسيرفيس، دول اهم ثلاث حاجات عنده بتشيك عليهم. اما في النكست جنريشن فاير وول لا،
بقى فيه السورس والديستنيشن والسيرفيس، وكمان عند الابلكيشن وعند اليوزر وعند المحتوى نفسه، فبدا يقدر يبص على حاجات كتيره جدا جوه الايه، جوه الباك. طيب تعال نشوف محتوى الكورس اللي احنا هنشتغل فيه النهارده، هو كورس سوفوس انجينير. اول حاجه اتكلمنا على تاريخ شركه سوفوس، بعد كده هنشوف ازاي ان احنا نعمل اللاب او نبيلد اللاب خطوه بخطوه، وازاي ان انا ادونلود اللاب، وازاي ان انا انفذه على كله بالكامل على في ام وير، وهناخد بعد كده بدايات الاعدادات الاوليه اللي نعملها للفاير وول، اللي هي الانيشال كونفيجريشن بتاعته. بعد كده هنتعرف على الفاير وول مودز، ازاي ان انا اشغل الفاير وول يا اما في البريدج مود او في الراوتد مود. على طول بعد كده زي كل فاير وول، اول حاجه الانترفيس كونفيجريشن، اول حاجه بعملها بعد ما لوجن على الفاير وول اول اظبط موضوع الايه، موضوع الانترفيس. وهناخد انواع الانترفيسز، منها الالياس انترفيس، البريدج انترفيس، الفي لان انترفيس، اللاج او اللينك اجريجيشن انترفيس بانواعها. بعد كده هنشوف موضوع الباك اب وريستور، ازاي ان انا اباك اب وريستور الديفايس كونفيجريشن، وازاي ان انا اظبط الادمن باسورد، وازاي الادمن يلوجن على الفاير وول بدون ما يقدم يوزر نيم وباسورد، هيثنتيكيت بس من خلال حاجه اسمها السيرتيفيكت، وهنعرف يعني ايه سيرتيفيكت. هنعرف ازاي نكونفيجر الدي اتش سي بي سيرفيس اعداداتها واعدادات الدي ان اس. كذلك برضو عندي حاجه اسمها الدايجنوستيك تولز، هنستخدمها في حته الترابل شوتنج، لو عندي مشكله ازاي ان انا من خلال التولز دي اقدر ان انا اعمل ترابل شوتنج على الفاير وول. بعد كده هناخد الراوتنج بانواعه، سواء كان الاستاتيك او الديناميك راوتنج، سواء هرن الاو اس بي اف او الريب او البي جي بي، لان زي ما قلنا الفاير وول هو بيحل لي محل الراوتر القديم، فلازم يقوم بنفس الفيتشرز اللي كان بيعملها الراوتر، يعني مش هشيل الراوتر واحط مكانه فاير وولز ونقصه حاجات عن الراوتر. طيب بعد كده هنعرف يعني ايه الاب ستريم بروكسي، نظبط اللوجنج، يعني ايه لوج اصلا، وازاي ان احنا نشوف اللوجز على الفاير وول نفسه، وازاي نبعتها على اكسترنال سيس لوج سيرفر. هناخد الناتنج بمفهوم اللي انت اخدته قبل كده في سي سي ان اي او في سيسكو، هنعرف يعني ايه ناتنج، وهناخد النات بانواعه سواء كان الاستاتيك نات او الديناميك نات او البات، وازاي نعمل بورت فوروردنج، وايه الفرق بينه وبين الببلشنج، يعني ايه ابلش سيرفر. بعد كده هناخد موضوع الزونز، ازاي نجمع انترفيس اكتر من انترفيس في زون واحده، فانا هنا هعرف يعني ايه مفهوم الزون وازاي الكونفيجريشن بتاع الزونز، ازاي كنترول الترافيك اللي هيمر من خلال الفاير وول. وقبل ما افكر ان انا كنترول الترافيك، انا الاول هعمل العناصر اللي بستخدمها في عمل البوليسي، هعمل حاجه اسمها الاوبجكتس، هشاور مثلا على اي بي معين او ماك ادرس معين او نيم، او اجمع النيمز دي في حاجه اسمها الهوست جروب او سيرفيس او بورت معين، ممكن اجمعهم برده في سيرفيس جروب الكونتري جروب، فممكن اعمل كذا عنصر استخدمهم في عمل البوليسي عشان اكنترول الترافيك اللي جاي او اللي رايح لاي بي معين. بعد كده طبعا بعد ما عملت البوليسيز دي او الاوبجكتس دي، ازاي بقى ان انا اكريت الاكسس رولز على الفاير وول، ازاي ان انا اعمل تايم بروفايل بحيث ان انا عاوز اعمل بوليسي معينه تكون اكتف وشغاله بس في وقت معين، تمام، وازاي اعمل بعد كده حاجه اسمها الاكسس تايم، ازاي احدد وقت الانترنت للناس اللي شغالين عندي. بعد كده هشوف الايدنتيتيز، ازاي ان انا اكريت يوزرز على الفاير وول، سواء كان نورمال يوزر او جيست يوزر، او عندي حاجه اسمها الكلاينت ليس يوزر، وازاي انتجريت الفاير وول مع الاكتف دايركتري عشان يثنتيكيت من الاكتف دايركتري، وعندي حاجه خاصه بالميل اسمها الكورنتين داجز هنتعرف عليها، والادمنستريشن بروفايلز، لو عندي اكتر من يوزر بيمانج الفاير وول فلازم احدد صلاحياتهم من خلال حاجه اسمها الادمنستريشن بروفايلز، وعندي حاجه اسمها الكابتيف بورتال، ان انا مش عاوز ترافيك يمر من انترفيس معين الا لما اعمل اثنتيكيشن لليوزر عشان الفاير وول يثنتيكيت اليوزر اللي بيبعت ترافيك من خلال الانترفيس ده. طبعا احنا بنستعرض بسرعه اللي احنا هنتكلم عنه، لكن في شرح كل جزء هناخده كله بتفاصيله، بس عشان بس موضوع الوقت بحاول ان انا اعدي لك بسرعه كده على نتكلم عنه، لكن ان شاء الله في شرح كل جزء ده هناخده بتفصيله بالراحه. البيزنس ابلكيشن رولز، لو انت عاوز تبلش مثلا ابلكيشن معين فبتستخدم حاجه اسمها البيزنس ابلكيشن رولز، ازاي تستخدم السوفوس كواف كويب ابلكيشن فاير وول لو عنده ابلكيشن. الفي بي ان، هناخد الفي بي ان بتطبيقات مختلفه على السوفوس، ايه هو الفي بي ان اصلا وليه بستخدمه وازاي بيشتغل الفي بي ان بشكل عام، انواع الفي بي ان، السايت تو سايت بالاي بي سيك، وهنعرف يعني ايه اي بي سيك ويعني ايه اس اس ال، يمكن هنا في الاس اس ال السوفوس من الفاير وولز اللي بيتميز بحته السايت تو سايت بالاس اس ال. هناخد النوع الثاني من الفي بي ان هو الريموت اكسس في بي ان والكلاينت ليس في بي ان بانواعه، السيسكو في بي ان كلاينت، لو عندي الكلاينت اللي هيكونكت ريموت اكسس في بي ان وبيستخدم سيسكو في بي ان كلاينت، او البي تي بي، البي بي تي بي او ال2 تي بي،
المهم هناخد الفي بي ان بانواعه على السورس، وهنعرف ازاي نحمي الشبكه من الدوس اتاكس، وهناخد قلنا النكست جنريشن فاير رول. طبعا كل الفاير رولز الموجوده حاليا هي نكست جنريشن فاير رولز، زي ما قلنا انا قلت لك الفيتشرز الموجوده في النكست جنريشن فاير رول بشكل عام من ضمنها سوفوس، يعني بالو التو سوفوس وفورتي وسيسكو وتشيك بوينت كله شغال بنفس النظام، طبعا مع اختلاف طريقه الكونفيجريشن، فكله فيه الاي بي اس كبلت ان كسيرفيس، وازاي نعمل نمنع عمليه السبوفنج او ازاي يوزر ان يوزر ياخد الاي بي بتاع يوزر تاني بيسموها السبوف بروتكشن. الويب فلترنج قلنا ازاي ان انا اكنترول الويب ترافيك من خلال حاجه اسمها الويب فلترنج اند بروتكشن، ازاي افك الترافيك المشفر عن طريق حاجه اسمها الاتش تي بي اس ديكريبشن اند انسبكشن، ازاي افعل حاجه اسمها الويب بروكسي، الكوتا ازاي احدد كوتا لليوزرز، الابلكيشن فلترنج ازاي كنترول الابلكيشنز، والترافيك شيبنج قلنا ازاي احدد باندويث معين لليوزرز، وعندي حاجه اسمها الاي تي بي او الادفانس ثريت بروتكشن نتكلم عنها برضو بتعمل ايه، وموضوع السيرتيفيكت هيبقى برضو من المواضيع المهمه اللي هفهم فيها ازاي ادي سيرتيفيكت للفاير وول نفسه عشان هستخدمها في كذا حاجه، منها الفي بي ان، منها اللوجن على الفاير وول نفسه. فهناخد موضوع السيرتيفيكت مانجمنت. الافيلابيلتي لو عندي اثنين فاير وولز بيخدموا النتورك اكتف شغالوا مع بعض الاثنين، ولا شغل واحد بس وواحد بس. بعد كده هنتكلم على اللايسنسز، الديفايس لايسنس، والسنترال مانجمنت لو عندي اكتر من ديفايس ازاي اعمل لهم سنترال مانجمنت. هناخد حاجه اسمها التايم سيتنجز يعني ريت تايم، والاس ان بي كبروتوكول، وهناخد بروتوكول اسمه النت فلو، ده بروتوكول على الفاير وول عشان يديني احصائيه على الترافيك اللي بيمر من خلال الفاير وول. انا عاوز اعرف مين استهلك النهارده ملف 5 جيجا من موقع كذا، اعرفها منين؟ هشغل برنامج اسمه النت فلو يديني احصائيه عن نسب الترافيك اللي بتمر من خلال الفاير وول. وانا هنتكلم في الاخر عن ديفايس صغير كده اسمه الريد، اسمه الريموت ريموت ايثرنت ديفايس. ده الريد ده مش هتلاقيه لما موجود في سوفوس بس، لو عندي مثلا فرع فيه عدد صغير كده من يوزرز فممكن اجيب لهم الريد ده، جهاز صغير كده بس مجرد ما بيتحط في الفرع هو بيقوم في بي ان كونكشن مع الفرع الرئيسي. هنفهم وهنشوف تفاصيله ازاي في الاخر، وازاي احنا نشغله يا اما في الستاندرد يونيفايد مود او الستاندرد سبليت مود او الترانسبيرنت سبليت مود، وهنعرف الفرق بين الثلاثه مود دول. طبعا احنا الكورس او اللاب كله ده شكل اللاب بتاعنا نفس الديزاين، هيبقى عندي اثنين فاير وولز، فاير وول واحد وفاير وول اثنين. كل فاير وول هيكون فيه ثلاثه انترفيسز، الانترفيس اللي طالع انترنت، والانترفيس اللي واصل باللان، والانترفيس اللي واصل بشبكه السيرفرات او بالدي ام زد، وكذلك على الفاير وول الثاني. زي ما قلنا هنعمل اللاب كله على في ام وير، فهيبقى عندي كل فاير وول فيه ثلاثه في ام نت انترفيس مختلفين عن بعض. هيبقى عندي في ام نت 0 ده اللي طالع على اوت سايد طالع انترنت، ده هيبقى هو البريدجد، ده اللي هيبقى واصل عندي على الراوتر بتاعي وهو طالع انترنت. والانترفيس الثاني هيبقى هو انترفيس واصل باللان، تمام، والانترفيس الثالث هيكون واصل بشبكه الدي ام زد. بس في السوفوس خليك فاكر ان السوفوس بيفترض دايما ان اول انترفيس عندك هو اللان، اول انترفيس هو اللان. طب الاول تعالى كده نداونلود الايمج نفسها او ملف الايزو اللي هنسطبه. هندسه عليك الله، بس ريد له باك جراوند عن سيرفس كده، بس حاجه كده عن ايه؟ باك جراوند عن سيرفس، بس انا جاي متاخر لانه الامام كان جربنا الصلاه شويه. طب بص يا محمد، بس عشان اعلم التكرار هي مسجله يعني كده كده المحاضره ريكوردد، فدي اتكلمنا عنها في الاول مش فيها كلام كتير يعني، اتكلمنا عن الشركه في الاول تمام، هتلاقي بس في المحاضره مسجله عشان بس ما نكررش كلام كتير تمام. ممكن ادخل على اللينك دي داونلود السوفوس اكس جي هوم ايمج، كوبي اللينك او سيرش في جوجل نفسه اقول داونلود سوفوس هوم. اكس جي هوم هو السايت بتاع سوفوس مش سكيور؟ لا سكيور طبعا، بس ما اعرفش جوجل عندي ايه حكايته، عارف انا هكون على البراوزر ده بس.
فيرست نيم واللاست نيم والايميل بيزنس هيحتاج لك بيزنس ميل. معكش بيزنس ميل زي ما قلنا تخش على الموقع العربي ده هيديك تم بميل كده ايميل مؤقت سجل بيه بس وخلاص. ايميل بعيد على شويه اهو اي ايميل بس عليه كوبي وبيست وسبميت. ندوس على داونلود عشان ننزل الاي او اس ام جي بتاعته اخر فيرجن. طبعا هو فيرجن 18 سوفت وير سوفس 18.0.1 داونلود. Accept aliveness. Submit. ديك ملف مساحته حوالي نص جيجا. طبعا هنا الملف ده حملته قبل كده فمش محتاج احمله تاني. كنسل. حملته مرة اهو. طيب انا هنا هحطه انا على السيرفر. تعالى بقى نقوم اول فايرول. هفتح برنامج الفي ام ورك ستيشن كده. اقول له create new virtual machine next. اقول له install operating system later next. هو الكور لينكس اوبنتو next. اسم ال virtual machine دي ايه؟ نحن طبعا هنعمل اول firewall ده اللي هو firewall 1 هسميه firewall 1. شوف انت عاوز تسيبه فين. هو بيختار اللوكيشن ده عندك في الاكونت بتاعك عاوز تحطه في مكان تاني ممكن تسيب في اي مكان تاني يعجبك. على نيكست. الهارد ديسك يعني تديله مثلا مساحه كبيره شويه 200 جيجا ولا حاجه كده. ده ماكسيمم يعني مش بيعدي عن 200 جيجا لان هو مش بيقطع من الهارد 200 جيجا. هو ده الماكسيمم بتاعه. خليه سنجل فايل. على نيكست. كاستمايز الميموري ما تقلش عن 4 جيجا. لو عندك مساحه كبيره او مساحه اكبر يا ريت تكون احسن. لو في عندك 8 جيجا ماشي. الكورز اللي عندك لو 2 كور يبقى كويس. مثلا عندي انا ممكن اديله 4. الايزو ايمج اديله اهي يوزر ايزو ايمج. كروت النتورك على الاقل تبدا بكارتين نتورك على الاقل 2. احنا طبعا هنا عندنا اللاب فيه 3. هيبقى عندنا انترفيس واصل بالانترنت وانترفيس واصل باللان وانترفيس واصل بالدي ام زد. فاضيف 3 انترفيس نقول له اد نتورك ادابتر فينش اد فينش. طيب احنا قلنا هو بيفترض اول واحد واصل باللان بنفترض هو لو سمحت يا باشمهندس اتفضل. فيش بورت اللي هو مانجمنت في سوفس؟ لا احنا بقول لك هنا في الفيرشوال ماشين دي هو بيفترض ان اول انترفيس هيبقى هو اللان ده اللي انت هتمانج منه الاول. يعني اللان ده يكون اللي هو المانجمنت. هو باي ديفولت مفعل عليه البروتوكولات الخاصه بالمانجمنت. يعني هلاقي اتش تي اس على الانترفيس ده. فعندنا هنا اللاب اهو عندنا اول انترفيس. عندنا انترفيس اللي وصل باللان ده وصل على في ام نت 1. فهاجي هنا كده هخلي اول انترفيس ده في ام نت 1. الثاني هيبقى ده احنا نطلعه على الوان ده هيطلع انترنت هو بريدجد. والثالث هنوصله بالسيرفر. السيرفرات هتكون فين؟ هتكون في الدي ام زد على في ام نت 2. هنا هخلي ده على في ام نت 2. اقول له كلوز وفينش. وهنا في ام نت 1 الثاني المفروض الثاني بريدجد وغيره ليه بريدجد. والثالث على في ام نت 2. طبعا اللاب لو عندك فيه اي مشكله كلمني انا هدخل معاك نظبطها لك. يعني ما تقلقش من ناحيه اللاب دي. في ام نت 1 اوتوماتيك. هنا في حاله اللاب دي يعني انا لو وديته اي يعني تشغيل اللاب مش هيقبلها يعني.
لازم يا محمد تخلي اول انترفيس عندك ده هو الانترفيس، هو بيشوف اول انترفيس هو اللان. يعني لما هاجي اشغل الفايرول كده اهو، لا انا فهمتك يعني، لكن هو ما في امكانيه يعني، يعني هو بس بيفرض عليك كده انك انت يعني. ايوه الديفولت باسورد هي ادمن. لو سمحت يا باشمهندس معلش، انا مع انا في حاجه برضه عايز اسالك عليها، عشان بقالي فتره في الفورتيجيت ما حضرتش الكورس كله كامل عمدا بسبب ان في حصلت ظروف يعني. فكنت برضه بسال يعني، لا لو انا في الشركه مثلا والشركه طلبت مني ان انا مثلا ارشح لهم فاير وول بناء على عدد اليوزر الموجوده في الشركه او بناء على السيرفرات والحاجه الموجوده، ازاي اقدر اختار الفاير وول اللي موجود اللي اقدر ارشحه ما بينهم يعني، يعني بناء على ايه ان انا اختار الفاير وول؟ طيب خلينا مثلا نسطب الفايروال ده ونتكلم في الحته دي. هو هنا شايف الهارد ديسك، عاوز بس يعمل له انستول يس، هيبدا يقسم لي البارتيشن بتاعت الهارد ده، هيبدا يكلين الهارد ديسك، يعمل لي الكونفيجريشن بارتيشن، بعد كده السيجنتشر بارتيشن، وبعد كده الريبورتنج بارتيشن، يقسم لي الهارد، يعمل له فورماتنج. انت عندك كذا موديل، كل موديل بيدعم عدد معين من اليوزرز، عدد معين من السيشنز. ده خاص بموضوع السايزنج، الناس اللي شغاله في البري سيلز عارفين الكلام ده كويس. موضوع السايزنج ان انا بحدد انهي فاير وول مناسب ليا ويكون مناسب للفيوتشر يوز كمان، يعني ما اجيبش فاير وول على قد الناس الموجودين دلوقتي، تيجي بعد كده الناس دول كانوا 50 موظف بعد كده بقوا 70 فما عادش مكفي، فلازم بيجي بزياده شويه عشان تبقى عامل حساب على الزيارة في عدد الموظفين الموجودين عندك. ده بيسموه شغل السايزنج، ده على اساسه بتحدد بقى على اساس برضه الفيتشرز اللي انت محتاجها ايه. ممكن يكونوا عدد موظفين كتير بس استخدامهم مثلا للانترنت او الانسبكشن قليل، ممكن يبقى عندي برضه في كذا حاجه بتخش في عمليه السايزنج دي، على اساس بتحدد بالظبط الموديل اللي انت هتجيبه للناس. وده واحد في كل الفايرولز كده، يعني مش ما هياش حاجة خاصة مثلا بسوفس أو بفورتي، هو ده الفايرولز بشكل عام، حسب عندك الثروبوت بتاعك قد إيه، عدد اليوزرز قد إيه، عدد السيشنز استهلاكهم قد إيه. تمام، طب معلش في سؤال برضو معلش يعني، طب الحاجات دي دايما بتتحدد بالعدد مثلا، العدد مثلا لو عندي اليوزر سايزنج اليوزر بتاعتي، طيب انا عايز افهم، عايز اعرف برضو ازاي الفاير وول، طب انا ممكن اجيب مثلا فاير وول على قد اليوزر اللي موجود، طيب انا طب هم على حسب الشغل بقى يعني، هم بيستخدموا الانترنت قد ايه يعني، حسب الترافيك اللي هيعدي من الفاير وول قد ايه، ازاي اقدر احسبها؟ هل ده بلا حسبة معينة؟ ازاي يعني الترافيك قد ايه بيعدي من اللان والدي ام زي؟ انا بعد ما اخلص انستليشن الفيرم وير وعمل البارتيشننج يقول لي هنا بريس واي تو ريبوت، بريس واي وانتر، اعمل ريبوتنج. باشمهندس معلش سؤال، طب بالنسبه مثلا لاختيار الفاير وول مثلا في الشركه عندي، لو انا جو قالوا مثلا احنا عاوزين نشتري فاير وول واحنا حنركب مثلا عندنا، وفي عندي مثلا انا بسمع في بالو ألتو فورتيجيت سوفاسفا، هل في اشياء معينه انا والله بروح عليها يعني بقول والله لا انا حروح مثلا بالو ألتو او حروح سوفاس او حروح مثلا بص والله فورتيجيت؟ انا هتتعب في الكلام في الموضوع ده، لان يعني هي في النهايه وجهات نظر، انت عارف هي بص عامله زي العربيات كده، يعني هو انه احسن ما تعرفش، ده بيقول ده
ده بيقول سوفس، ده بيقول فورتي، فكل دي يعني وجهات نظر يعني. لكن هي طبعا يعني معروف ان الفالو الت مثلا كويس جدا، قوي جدا. التشيك بوينت برضو بس مش موجود عندنا كتير، الفورتي برضو كويس، والسوفس كلهم بيتنافسوا يعني. زي ما قلت لك هي بتختلف الفيتشرز اختلاف بسيط بين الانواع دول بعضها يعني، كل واحد بيقدم حاجه مختلفه عن التاني. السوفس مثلا بيلعب في الاستابيليتي، في السعر كويس، في السبورت بتاعه كويس. الفورتي عندها منتجات كتيرة جدا، الفالو التو كفاءة الشغل بتاعته أحسن، تختلف من جهاز للتاني، كل واحد فيه فيتشرز مختلفة عن التاني. ودي زي ما قلت لك هي وجهات نظر. انت لو سألت مثلا في أي جروب عن أحسن فاير وول هتلاقي بص آلاف الآراء كلها مختلفة عن بعضها يعني، كل واحد على حسب هواية يعني. تمام. ألو هو تقريبا البالو التو عايز لايسنس يعني، كل حاجه فيه عايز اللايسنس. بس هو بيتكلم على كفاءة شغل أنه أحسن يعني، أنه أحسن دي انا بتختلف. كفايه الشغل. طب هدوس إيه عشان أكسبت؟ طيب هنا بيقول لي عاوز تعمل كونفيجريشن لإيه؟ المفروض عندي، أنا عندي رقم واحد نيتور كونفيجريشن عشان اكونفجر اعدادات الانترفيسز، السيستم، الراوتنج، الديفايس كونسول عاوز احطه على الكونسول، رقم خمسه دخلنا على الديفايس مانجمنت، رقم سته خاص بالفي بي ان، سبعه لو عاوز اعمل شوت داون، عاوز اخرج بدوس زيرو. انا طبعا اول حاجه عاوز ادخل على، عاوز ادخل الاول على الفاير رول الجي اي، فادخل على النيتورك كونفجريشن اكونفجر اللان انترفيس هو رقم واحد. طبعا هو جاي بالديفولت واحد وانتر رقم واحد. بص هنا قايل لك اهو رقم واحد يدخلك على انترفيس كونفيجريشن. لا انا قصدي لا اكسبت ايه ايه زر الايه اوكي دخلها انترفيس. هنا بيقول لي بيستعرض الاول، بيقول انت عندك الانترفيس اللان ده بورت 1، شوف زي ما قلت لك ايه باي ديفولت بيعتبر ان بورت 1 ده في اللان. الديفولت اي بي بتاعه 72 16 16 16 وده واخد على 24، ده الديفولت اي بي بتاعه. ممكن انت تبقى تقوم مغير الانترفيس بتاعك لنفس الرينج ده وتوصل بالفايرول بشكل مباشر، او ممكن تغيره من هنا. نقول دوس انتر تو كونتينيو. قال لي هذا الانترفيس الثاني واخد 128.01 اتش تي بي، هدوس انتر عشان اكمل. طيب هنا بقى عاوز تغير الاي بي بتاع اللان، هقول له يس. الاي بي بقى هتخليه كام؟ احنا عندنا هنا في الديزاين بتاعنا الاي بي اللي انا واخد 10.0.100 على 24، واخد 10 0 0 100 والماسك 255 255 255 0. انتظر شويه لحد ما يقول لك دان، وحالا بيعمل تشينجنج الاي بي ادرس بتاع اللان، حالا بيعمل تشينجنج الاي بي. استنى بيقول لك دان، بعد كده دوس انتر. طيب دون هدوس انتر. هتكونفيجر اي بي فيرجن 6؟ نو مش محتاج اي بي فيرجن 6. طيب المفروض ان انا كده بقى خلاص من جهازي اقدر اوصل لمين؟ اقدر ابنج على 10 0 100 اللي هو اي بي اللاند اقدر اوصل له. صوت صوت اقدر ابنج عليه اهو. بعد كده افتح البراوزر ولوجن اتش تي بي اس على الاي بي ده 10.0.100 على بورت 44، ده بورت المانجمنت في السوق. ولو ادفانسد ولو بروسيد هندسه، هو انا كنت سمعت حاجه عن السوفس ان هو بيتمانج من الكلاود. اوكي. وفيه في فيندورز ثانيه مش السوفت بس، هو اغلب الفيندورز دلوقتي بيتجه لحته المانجمنت من الكلاود دي، موجوده في الكورس هنعدي عليها يعني. اقول لك كليك هير تو بيجن، طبعا بتختار اللغه الاول. هنا النيو ادمن باسورد، لازم تغير كلمه ادمن دي، تغيرها بباسورد ثانيه، غير اي باسورد ثانيه، وتكون على الاقل 10 كاركترز، تكون فيها حروف ورموز وارقام ومش عارف ايه، تكون كومبلكس يعني. هتنزل لاتست فيرم وير، هتابديت لو في ابديت موجود للفيرم وير ممكن تعمل له ابديت. ماشي خلينا نعمل ابديت واكسبت عشان نبقى شغالين على اخر فيرجن. هقول له كونتينيو. هنا بيقول له هو مش واصل بالانترنت، مش
شوف الانترفيس الثاني اللي هو المفروض في ام دي 0، المفروض واخد اي بي كام 90.0.0.1، انا 24 والجيت واي بتاعه 99. اقول له كونفيجر مانوال كونفيجريشن، ده بورت 2 هديله اي بي ستاتيك، الاي بي كام 90.0.0.1 والماسك على 24، الجيت واي قلنا 90.0.0.99، الدي ان اس سيرفر الاولاني 4 8، والثاني 8 8 4 4، قول له ابلاي. كده انا وصلت الفاير وول للانترنت عشان يعمل ابديت للفيرموير. وبرضه بيحتاج لي لايسنس في بعض الفيتشر اللي عملتها، ولا متاح افيلبل كل الفيتشر؟ 30 يوم تيست كل الفيتشر ده كده خلاص. وصل بالانترنت، هقول له كونتينيو عشان يبدا. اذا لا ابديت يو ماست داون اند انستول ذس ابديت. ماشي، اقول له كونتينيو ابديت. هندسة الكتب بتاعة السيرفس والفورتيجيت والفال والت دي لو طيب عربي خلص داونلود اول الابديت. يبدأ يابلاي الابديتس دي على الفيرموير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك بعيد قوي، بعيد بعيد يعني. صوت الان سامع كويس؟ تمام كده. بالنسبة لامتحان الفورتيجيت، يعني يعتمد على الفيرجن حقه، كل امتحان بفيرجن معين السيرتيفيكيشن حقه يكون، ولا كيف؟ ولا وان تايم تاخذ الامتحان ولا؟ انت بتختار الفيرجن 6.2 او 6.4. طب لو بعد فترة نزل فيرجن جديد يبقى له اختبار جديد؟ لا انت خلاص بقيت سيرتيفايد ان سي او خلاص. هي ما محتاج انك لا تاخذ امتحان. لا نحن للاسف نحن ما لحقنا حق البالو التو، نحن لحقنا معاك الكورس على الفورتيجيت من النص، ان شاء الله لما خلاص الاي سي او هنكمل بالو التو ثاني، يعني بعد الاي سي او نبدا بالو التو ثاني. انا فاهم الاولى بس حسب بعدين نشوف ان شاء الله حكايه السيرتيفيكيشن. ان شاء الله. بعد ما هي ابديت الفيرموير هيعمل ريستارت اوتوماتيك. ريستارت بس هو هيلو انترنت اوتوماتيك.
مايجريشن او مايجريشن الكونفيجريشن هم للفيرجن احنا مشطبينه للابديت للزيرو. اول بيلود بيجيب لك ليست على طول بالامكانيات الجهاز نفسه، عدد الكورز، عدد مساحه الرام، عدد الانترفيسز. اربع كور عندي، الرام 8 جيجا، عندي الانترفيسز كذا، الهارد ديسك كذا. لوجن تاني على اتش تي بي اس على نفس الاي بي وبورت 4 4. لسه بيقول هو بياخد وقت شوية في اللودينج، ننتظر شوية على ما يخلص. اهو بدأ يشتغل اهو. بس لو بالوان ممكن يكون اسرع عندك، ليه؟ بالوان ممكن يكون اسرع. مش سامع بتقول بالوان ايه؟ تريك بالوان ممكن يكون اسرع. لا هو اللاود اللام لا الانترفيس هاي العلاوة برضه باللام. ادمن طبعا الباسورد الجديدة اللي فاكر لوجن. هيحتاج بقى منك شوية معلومات عن اسم الجهاز ايه، احنا هنسمي طبعا على حسب التوبولوجي بتاعنا. اهو قلنا هنسمي ده هيبقى فاير وول 1، فاير وول 1 ده موجود، اللوكيشن بتاعه موجود مثلا في كايرو. التايم كونتينيو لازم تريجستر الفاير وول معاك سيريال نمبر او معاك لايسنس بي او لا. I don't have serial number. I start the trial 30 يوم during this period. You can test the full functionality of Service XG firewall. I'll continue. لازم يكون لي سوفوس اي دي، مفيش. هقول له كرييت مكان سوفوس اي دي، ده الايميل بتاعك برضه نفس الايميل. بس لو انا الانفايرمنت اللي بتست فيها ما فيهاش انترنت هعرف اشتغل ولا لازم يبقى فيه انترنت وصل عليها؟ ممكن تخش اوف لاين عادي، بس هيبعت لك رسائل كتير بعد ما تلوجن، يفضل انك تلوجن من الاول احسن. كان ممكن اقول له كونتينيو اوف لاين ويكمل عادي، بس انا بخلص الخطوات دي في الاول عشان بعد كده يبقى شغال على طول بدون ما يبعت لي رسائل كتير اثناء الشغل عادي.
انا عاوز الايميل. ممكن ادخل على نفس الموقع اهو، اعمل لي ايميل تاني عشوائي اهو، اعمل بس دي اكونت وده الميل، اقول له سند فيريفيكيشن كود، كده الكود اتبعت لي هنا. صوت دي بعت لي ميل قبل الفيريفيكيشن كود ده. يبقى لازم تريجستر تاني. ماشي، انا ضفت الميل ده اهو. هذا الايميل عشان تاج الكود المفروض انه بعته يبقى اهو، هذا الكود كوبي كنترول في فيريفاي الكود نيكست كده فيريفايد. هنا بقى لازم تغير تحط لك باسورد أكونفيرم الباسورد، فيرست نيم ولاست نيم، نكست، أنا هاجي هنا، أعمل ساين إن، كنت خلاص شايف إني عملت لوجن، عملت ريجستريشن، إن شاء الله، أعمل روبوت، فاير، هيدرنس، دي فين بقى الفاير دي؟ ترافيك لايت كونتين الكومباني، اي اسم الشركات بقى، المكان موجودة في ايجيبت، يبقى ده كله مش أساسي، أقول كونتينيو، نجيب الـ Device Details، Start 30 Day Evaluation License، أقول Confirm، Initiate the License Synchronization، سواء على من سينكرونايز بس مع شوفر تمام كده، البيزك سيت اب كده كومبليت. كل دي حاجات شغالة، ايفالويشن تنتهي وانتهى، البي اس فاير وول، نتورك بروتكشن، ويب بروتكشن، ايميل فلترنج الويب. ماشي، نعمل كونتينيو ان شاء الله. طبعا في الراوتد مود هنتكلم لسه على المودز، ده لان انترفيس هتسيب الاي بي ده ولا تغيره، هنا هتنيبل الدي اتش سي بي، نبقى نكونفير الدي اتش سي بي ساعتها عند الكونفيجريشن الخاصه بالدي اتش سي بي، اقول له كونتينيو، هتفعل الحاجات دي، الباقي ده كله بقى خلاص نكتبه من جوه، اقول له كونتينيو. الايميل ريسيبنت حتى النوتيفيكيشنز والباك ابس، عايز الايميل مثلا يتبعت لك عليه مثلا، وهيبعت لك بإيميل مين مثلا، ب أي إيميل، أقول له كونتينيو، وفي الآخر أقول له فينيش.
يبدأ يقبل الكونفيجريشن بس ويعمل ريستارت، يبقى كده ايه خلصنا اول فايرول. باشمهندس هل نحتاج نحن نسوي الشغله دي كلها ولا تنزل لنا هي زي هي تولز معينه بعدين ننزلها على الاجهزه؟ نعمل ايه تاني كده؟ الكونفجريشن اللي سويته الان دحين حق الفايرول هذه هل نتبع نفسها ولا انت حتنزل لنا هي على تولز بعد كده ننزل على اللابتوبات او الجهاز تبعنا؟ لا انت زي ما انا عملت نفس الخطوات دي، انت هتدونلود الايزو ايمج وتمشي مع نفس الخطوات اللي انا عملتها دي، يبقى كده عملنا اول فاير وول. ان شاء الله المحاضره الجايه اكون انا جهزت لك فاير وول 2، ويبقى كده بنفس الطريقه برضو، يعني نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي انت هتعملها عندك على الاثنين فاير وول، فاير وول 1 وفاير وول 2 بنفس الخطوات. يعني انت هتدونلود الايزو ايمج مره واحده وتسطبها مره على الفاير وول تعمله، وتعمل الثاني بنفس الطريقه مع اختلاف طبعا الانترفيس. طب معناها القديم نحن معناها نسوي له ديسيبل لان على نفس الجهاز نشتغل نحن قاعدين القديم انهو حقت الفورتيجيت انا على نفس لا الجهاز قاعد اشتغل انا قاعد انا مش دعوه بالفورتي جيت بقى، احنا بنتكلم هنا على السوفوس احنا هنا لا لا سوفوس. اه انت قصدك على ان انا ارفعهم لك زي ما كنت رافع لك هذا الفورتي؟ قصدي قاعد اتكلم عنه. ما فيش مشكله، عايز ارفعهم لك ارفعهم لك يعني، بس هو انت تعمل انت الحاجه بايدك احسن يعني، عشان انت بايدك على الفور وتعمله بنفسك يكون افضل يعني. تمام ده الفيرجن كده 18.0.4 كان 0.1. شكله رخم كده هندسه بصوفه بس عملت عليه حاجة تقول يا رب ولا ايه رجع يا شيخ خطواته كده يا عم تتسطب دي حاجه كبيره مش مشكلة. لا بس انت عندك يعني كل الفيتشرز مفتوحة وكل حاجة مفتوحة 30 يوم بالتست دي كل حاجة، يعني انت السوفس داخل بقوة يعني، انت بينافس الموجودين. بس هو الفكره هندسه ان سوفوس نفسهم بيعترفوا ان هم مش انتربرايز ليفل. لا عندهم منتجات عالية، عندهم الانتربرايز ليفل. لا يعني انا كان مديري حاضر ايفنت ليهم هو واحد زميلنا برضو كان بيكلمه في النقطه ان انت لو الانترنت قطع انت البوكس بيبقى فيه مشاكل كتير كان كلام الناس بتاع سوفوس يعني. هم سوفوس قالوا كده عن نفسهم، اه هم اضرب نفسهم يعني. بس انا بقيمه كفايه رول، لا هو كويس يعني، كويس جدا يعني، مش يعني ينافس فعلا الفايروز الثانيه. ومنتشر وهنشتغل عليه يعني، سعره كويس يعني، وهنشتغل عليه في الكورس هتلاقيه يعني، انت عارف الريدات ساعات اسعارها بتلعب في ال 100 $150 الجهاز ريد بكام يعني، موجود في فرع بيربط لفرع بالفروع الثانيه او بابط بالفرع الرئيسي يعني في فيتشرز ومزايا، غير طبعا انه انتي فيروس ما يعني ملوش حل، والفيتشرز الموجوده في الحاجات التانيه موجوده فيه. ده موجود في السوق هنشتغل عليه في الكورس هتلاقيه موجود يعني، موجود في اماكن كتير منتشر يعني. لسه بيعمل لوجن باب ادمن والباسورد الجديدة اهي. الحمد بعد لله ما على تطلب من السلامة. اول مره هيطلب منك انك تشينج الادمنستريتور باسورد، مش عاوز تغيره ممكن تغيره، تقول سكيب فور ناو. هنا دي او دي الموجوده حاليا اهي، دي الجديده لو عايز اغيرها وكونفيرم وندو ابلاي. عاوز تحط كمان
كده خلاص changes successfully. عاوز تحط كمان الباسورد للسيكيور ستورج ماستر كي، مش وقت ولا منه بعدين. ده كده خلصنا سيت اب لاول فاير وول اللي هو فاير وول 1. طبعا هنا الكونفيجريشن على الجنب كده متقسم لمجموعه من التابات: المونيتور اند انالايز، البروتكت، الكونفيجر، السيستم، وكل واحده تحتيها شويه حاجات ان شاء الله في خلال الكورس هنعدي عليها بالتفصيل. طيب مهندس، لو عملت كلون على نفس هذا الفي ام اي وسويتها كوبي مرتين على نفس الفي ام اي بيزبط، ولا افضل اسوي انستول نيو انستليشن الافضل الثاني؟ تسوي، الافضل تعمل انستول جديد احسن، احسن حاجه يعني. تمام. طب احنا يعني ايه، هنقول احنا اتعرفنا على السوفس فاير وول وعملنا الانستليشن بتاعه. تمام، ان شاء الله من المحاضره الجايه نبدا نكون شطبنا للتاني، نبدا نشتغل بقى في الايه، في الكونفيجريشن الخاصه بالفاير وول. هنخش فاير وول مودز وازاي نكونفيجر الانترفيس بتاعته، ونكمل ايه، نكمل الكونفيجريشن بتاعته كلها. طيب احنا النهارده مش هنطول عن كده، احنا هنقول بس ان احنا اتعرفنا بس على الكورس ومحتوى الكورس وعلى السوفوس كاكس جي فاير وول وازاي نعمل له انستليشن، وان شاء الله هنكمل من المحاضره الجايه. طيب في اي استفسار يا جماعه في الجزء الصغير اللي خدناه ده، ولا نستوب ريكوردنج لحد كده؟ نعمل له شت داون عادي ولا نقفل بس كده ولا ايه؟ من ادمن فوق اهو هتلاقي عندك شي شت داون الديفايس، يعمل شت داون الديفايس ليه؟ بقول له مثلا اي حاجه. اوكي تمام، هيبدا يشت داون. طيب نستوب ريكوردنج.